ومن ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي كمان الموسيقار هاني مهنا اللي كان حريص على إنه يكون موجود مع أحمد خالد صالح عشان يشوف فيلمه، وقال لنا رأيه في دورة المهرجان الـ44. تعالوا نشوف الفيديو ده عن الفنان الكبير هاني مهنا. المهرجان جميل قوي زي ما انتم شايفين، محترم جدا. حسين عنده خبرة كويسة قوي في قيادة المهرجان، وانا بس بنشده بحاجة، لان انا يعني شرفت ان انا اخد اول جايزة في حياتي سنة 76 عن فيلم على ورق السوليفان، اخراج حسين كمال، نادي لطفي، محمود ياسين، احمد مظهر. كان طبعا كمال ملاخ هو رئيس المهرجان، والاديب يوسف سباعي هو اللي بيسلم الجوائز. وكان عندهم طقوس جميلة قوي، ان كل برانش بيقعد على ترابيزة، يعني الموسيقيين على ترابيزة، الممثلات على ترابيزة، الممثلين على ترابيزة، المونتاج على ترابيزة، تصوير على ترابيزة، وهكذا. وما حدش يعرف ابدا مين هياخد الجائزة. ولما اتنالها عليا انا ما فيهاش ركب تمشيني لحد المنصة عشان اخد الجائزة. لان اللي قاعد معايا عبد الحليم نويرة، فؤاد الظاهري، اندريه رايدر، بليغ حمدي، عمر خورشت، جمال سلامة، فيعني كل واحد فيهم باور فظيع. فيتنيد عليا عشان اخد جائزة، ربنا ستر ان انا بس عمر شدني وقفني ومشي معايا نص المشوار عشان يبقى عندي رجلين تشيلني صراحه. فعشان كده بقول لحسين في عصرك ان لازم ترجع نصر فيلم تاني، مش بس الفيلم بينجح ممثل او ممثله او مخرج او منتج، لا، في عناصر فيلم مهمه جدا، يعني مهندس ديكور، احسن مهندس ديكور، احسن مدير تصوير، احسن مونتاج، احسن موسيقى صوريه، يرجعوا تاني، هي دي العناصر اللي بتنجح الفيلم. وفي نفس الوقت بيبقى في حراك وفي تنافس وفي ابهار هيتزاد 10 اضعاف الموجود دلوقتي. فانا نفسي حسين يرجع العناصر دي تاني ان شاء الله.